طيب نستعرض معاكم سريعا كده ومع الجمهور السادسه اهم العناوين اللي رصد. طبعا صوره صلاح منوره وكيرتس جونز متصيط الحقيقه، داخل مع صلاح في كل اللقطات تقريبا، يعني خد حظه وخد نصيبه. نبتدي بمترو سبورت، سيبك طبعا من غضب بيب جوارديولا والقصه بتاعت الاعتداء على البنش بتاع مان سيتي، لكن هنا مثلا بيقول انه سيتي اسكيب بات سيتي توايس هيد باك تو درو افتر صلاح وندر جول. وصفوا هدف محمد صلاح بالهدف واتوصف تاني برضو في بعض الصحف بجول فور ايجز، يعني هدف يبقى كده على مدار التاريخ. نروح لايكو طبعا لقطه صلاح، ايكو سبورت بتقول ان لقطه صلاح اضاءت ملعب الانفيلد وهي الحقيقه اضاءت الاسبوع كله، يمكن تكون اهم وابرز لقطه في الاسبوع ده كله في كل الملاعب وفي كل الدوريات. نروح لبعد كده عندنا طبعا لقطه ثاني برضو لصلاح، هي نفس اللقطه بتاعت صلاح واحتفاله بالهدف. واعتقد كمان انه المباراه دي ترجمت مينا بدايه قويه جدا، يعني هي ناس طبعا اشادت بالماتش ده على وجه التحديد، لكن خليني اقول انه صلاح في بدايه الموسم ده اعتقد بيقدم واحد من افضل مواسمه مع ليفربول. صلاح اكتر لعيب كونسيستنت في البريمير ليج، اعتقد ما فيش لعيب من 2017 جيب نفس الثبات في المستوى ده، وكانه اصبح مكتوب ان كل ماتش لازم محمد صلاح بيعلم على جوارديولا بهدف جميل. ويمكن الجون ده رابع مره صلاح بيجيبها بنفس التكنيك قدام ايفرتون قدام توتنهام قدام واتفورد، يجيب بقى في ماتش الاصعب بالنسبه له قدام مانشستر. صحيح. طيب نروح بعد كده الميرور سبورت، سبيت اند ستاردست طبعا في تحت يمكن كتبت الصحيفه انه هدف صلاح واحد من افضل الاهداف اللي احرزها على مدار مشواره مع ليفربول. طبعا في تركيز طبعا من الصحافه على قصه ميلنر وعلى قصه الغضب بيب جوارديولا بعد المباراه. نروح لواحد تاني جلوريوس برضو بيكلموا على صلاح جون، وانه صلاح او هدف صلاح يمكن كان اللقطة الأهم والأبرز في الصراع العمالقة أو صراع الجبابرة زي ما احنا بنترجمه هنا ترجمة أنيس عبيد. سكاي سبورتس يمكن اختارت محمد صلاح يمكن الأسبوع ده زي ما قلت لحضراتكم كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، هو بقى بيتصدر الجدول وبيقول إنه هو صلاح بيبدأ سيزن جديد أو موسم جديد بجون استثنائي، وفي نفس الوقت هيونج مين سون ماكس أكليم to be considered Tottenham news salesman. ده طبعا ده الخبر ده بتاعك انت مين؟ يعني سون دخل مع صلاح في لقطه. طيب خلينا نتكلم اكتر على محمد صلاح، بس طبعا يعني هدي فرصه عشان كمان ناس كتير قالت انه صلاح وصل لمستوى يأهله انه السنه دي يكسب البالون دور مع ولا شايفين مبالغه شويه؟ شوف انا عايز اشرح بس الموضوع ده علشان الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي، نخليها بعد الفاصل.